انا قلت 100 مره قبل كده لازم يكون عندنا 4 صفحات احتياطي للمطبخ، يعني ايه العدد يتعطل وما يطلعش عشان ناقصين 4 صفحات؟ ما هي الانسه ساميه كانت في اجازه والصفحات الاحتياطي كلها خلصت. على المهم هي اتصلت وقالت انها جايه وجايبه الصفحات الجديده معاها. وما بعتتهمش ليه قبل ما تسافر؟ نص ساعة بالظبط لما وصلش الأنسة سامية أي حد بسرعة ينزل على أي مكتبة يجيب كتاب طبخ تنقلوا لي منه 3-4 طبخات بأسلوبك كده ونزليه وخلصينا. بس الأنسة سامية ليها أسلوب، بيحبوا القراء. يا سلام، ويا دي شغلانة، أي حد يقلد أسلوبها، بقالها 2 سنين شغالة في المجال، لا أسلوبها معروف. لا يا أستاذ، ما ينفعش ما ينفعش أي حد يقلد أسلوب سامية. لو سمحتي انا ما بحبش اكون بتكلم على حد ويدخل عليا فجاه كده. يعني اعمل لك ايه دلوقتي؟ اطلع اقف بره لحد ما تخلص كلام عليا؟ سامية ده غلط جدا، العدد متاخر عشان صفحات الطبيخ اللي معاكي دي. ولا تزعل، روح الصفحات اهي والصور معاك. بسرعه يا منى على الجامع وتجيبي لي الماكيت بتاعها، وخدي ده معاكي، الماكيتات خلصيها وراجعوا الاخطاء المطبعيه وهاتي لي الافلام بتاعتها. يلا. يا سلام. لا لذيذ، هتفضل مطنشني كده كتير؟ أنا مزرجن دلوقتي يا سامية. مزرجن مع مين بالظبط؟ سامية محررة باب المطبخ ولا خطيبتك حبيبتك؟ مع الاتنين. طب خليك حلو واطلب لي شاي. أي محمد، ابعت لي الشاي بتاعي والقهوة بتاعت الأستاذ محمود. كنت طلبت منه من شوية سندوتش جبنة رومي وسندوتش الروز بيف بالفلفل الأسود، بس مش مرشوش كده، لا اللي هو الحب يعني. جهزت سندوتشات الأستاذ محمود؟ ماشي سلام. دلوقتي انت اتأخرت ليه بقى في الأجازة واتأخرت ليه في تسليم الصفحات؟ اتأخرت في الأجازة لأن اسكندرية كانت لذيذة، وبعدين ما ينفعش أنا وماما نسيب أخويا اللي لسه عريس جديد وشقته لسه فيها حاجات عايزة تتوضب. اتأخرت في الصفحات علشان الأول أخدت وقت على ما اخترت الأكلات اللي أنا هطبخها، وبعدين طبختها وجربتها في ماما وأخويا وعروسته، ولما عجبتهم قمت صورتها وحضرت الصفحات وجيت سلمتها. طب وانا دلوقتي بقى هفضل متجوزك كده مع ايقاف التنفيذ؟ احنا مكتوب كتابنا يا ساميه بقالنا 6 شهور، وبعدين شقتنا جاهزه من كل حاجه، المطبخ اهم حاجه في الشقه، والمطبخ ده على سنجة 10. نفسي اكل من ايديكي بقى. انت عاوز ايه يا راجل انت؟ عايز ادوق بقى الاكل بتاع مراتي اللي بتنشره كل شويه في المجله ده. ده انت اخر مره نزلتي الوصفه بتاعت صينيه مسقعه بقى باللحمه المفرومه بالصنيبر كده بجوز الطيب، ياه والله كنت هاكل المجله. مش بقول لك انت داخل على طمع؟ انت يا جدع انت بتحبني ولا بتحب اكلي؟ صراحه يعني انا بحبكوا انتوا الاثنين مع بعض، انت واكلك واكلك وانت، انتوا الاثنين مع بعض. احنا الاثنين مع بعض؟ طب افرض يعني مثلا 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 يعني كنت انا مش ماسكه صفحات المطبخ، بعمل اي حاجه تانية، تتجوزني برضو؟ ها 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 ايه؟ تتجوزني ولا ما تتجوزنيش؟ بتحبني ولا بتحب اكلي؟ يا حبيبتي بحبك طبعا، بحبك طبعا، ازاي بقى ما كنت هتقدم لك ازاي وانا ما بحبكيش يعني، بس برضو بحب اكلك. وبعدين ما تنسيش ان اقصر طريق لقلب الراجل معدته. الشاي مظبوط. الحمد لله على السلامة يا ست الكل. ميرسي. شكرا يا عم محمد، هات السندوتشات في ايدي كده، شكرين قوي. نزل لي القهوة بقى عندك. يلا نوار يا ست الكل. ألف شكر يا عم محمد. ياه عم محمد، ده بقى سندوتشاته فظيع، بس أكيد أنت بقى بتعملي سندوتشات مرعبة. يا سلام بقى على سندوتشين كده تجهزهم لي بعد الفطار كل يوم من إيديكي. والله العظيم انت داخل على طمع، وانا خلاص اتكتب كتابي واتدبست، امري لله. شوف ايه محتاج يخلص في الشقه وخلصه. الشقه خلصت خلاص، حدد ميعاد الفرح وشوف هنعمله فين، واطبع الدعوات ووزعها على المعازيم. اصل انا وقعت ولا حدش سمع عليا. تتكلمي جد؟ بتكلم جد. خلاص الخميس اللي جاي ان شاء الله هنفوته، هنعمل المجله، عدد مهم جدا مطلوب مننا. الخميس اللي بعده باذن الله نعمل الفرح، وبعد ما نخلص الفرح ونمشي المعازيم والناس البايخه اللي هيجوا لنا دول يباركوا لنا، نرجع بقى لبيتنا ونعيش في مطبخنا. بقول لك ايه، اهم اكله تعملها لي اول يوم تطبخي فيه حمام بالرز بالخلطه، بس يا ريت بقى تحطي في الخلطه دي شويه كبد وقوانص، بس القوانص بقى ايه، مش تسلقيها كده على طول، لا تحمريها الاول في زبده من اللي هي بمرته، مش شايلين منها المرته. يا مش عارفه يا ماما، مش عارفه. هو ايه اللي مش عارفه؟ معقوله؟ ركزي معايا وحطي عقلك في راسك، هتفهمي كل حاجه. يا ماما، ما انا كل ما احط الحشو من ناحيه يقوم طالع من الناحيه الثانيه. هاتي فتله وابره واقفلي الناحيه الثانيه عشان ما يخرجش منها الحشو. لون معين ولا اي لون؟ لون معين ايه؟
طب ينفع يعني بدل الفتله والابره نحط اي حاجه تانية؟ سكوتش تيب، دبابيس؟ انت اكيد عبيطه، عايز تاكلي جوزك حمام بالسكوتش تيب او الدبابيس؟ خلاص يبقى نطلبه تيك اواي. هو يعني كل يوم هيطلب حمام محشي؟ بسم الله ما شاء الله، من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. الناس بتحسدني عليكي، بيقولوا يا بختها بنتها كل اسبوع بتنشر في المجله كام اكله للستات عشان يعملوها لجوازهم، يجوا يشوفوكي بقى في المطبخ يشوفوا انت رايصه ازاي. يا ماما وانا عمري كدبت عليكي وقلت لك اني بعرف اطبخ؟ ما انت عارفه ان انا اخري ان انا اسلق بيض. وبعدين كل اللي بنشره في المجله ده وصفات انا نقلها من كتب الطبيخ، وظيفه يعني، عمر كان حد هيقول لي اطبخيها قدامنا؟ اه حصل، والراجل بقى اللي هيتجوزك هيموت عشان ياكل من ايديكي الاكلات اللي بتنشريها في المجله. طب بصي خدي انت شوفي حكايه الابره والفتله وخليني انا في المحشي. حاضر يا حبيبتي، حاضر، اتفضلي قوري البتنجان ده. يلا مبسوطة؟ هتخرمت، هعملها بإبرة وفتلة دي كمان؟ يا بنتي يا حبيبتي قلتلك قواري البتنجانة، مش غذاء عينها؟ مفروسة يا ماما مفروسة، ما جيبها من السوبر ماركت متقورة جاهزة، يعني إيه المشكلة؟ هاتي هاتي اعملي كرنب. حاضر. يا ماما بعمل الكرنب بطريقه جديده، بحط رق ورق كرنب وفوقيه رق رز، وبعد كده رق تاني ورق كرنب وكله في الصينيه هدخله الفرن. دخل ايه الفرن؟ التاني اسمه رقاق، ده كرنب. الكرنب بقى يتعمل ازاي؟ تاخدي ورقه الكرنب وتحطي الحشوه وتبرمي صوابع، وبعد كده ترصيه في الحله وتحط عليه عقده ميه ويتحط بقى فوق النار مش جوه الفرن. وهي هتفرق يعني؟ هيقول لا بالطريقه دي؟ ما هو كله كرنب ورز وخلطه. ايه يا ماما؟ بقولك ايه يا حبيبتي، تتركزي معايا كده وتفهمي الطبخ على اصوله، يا اما تروح تدوري على عريس نفسه مسدوده مش عايز ياكل خالص. يا ساتر، ده انت خيبه بشكل. ما هو انت كمان يا ماما غلطان، انت لو كنت دخلتيني معاكي المطبخ من وانا صغيره ما كانش حصل ده كله، وكان زماني بعرف اطبخ الطبخ ده كله. الكارثه بقى ان محمود صارف على تجهيز المطبخ اكتر من لما صارف على بقيه الشقه. ده ولا اللي بيعمل مطبخ لمطعم. Thank you.
ايوه يا ماما. يا حبيبتي اطمني، الحياه زي الفل وكله لذيذ جدا. محمود طيب ورقيق وحنين قوي يا ماما. اسبوع العسل ده بقول لك بعد علينا زي الحلم. لا لا لا، مرتاحه بقالي 6 ايام من الاكل وسيره الاكل. طبعا ما الفطار والعشاء اوبن بوفيه والغدا بنطلبه على المنيو. ايوه يا ماما الاكل كله هايل. لا المشاكل هتبتدي لما نرجع بكره مصر. ما فيش مشكله ولا حاجه، ان شاء الله كل المسائل محلوله يا سامي. بس المهم انك انت بقى تتنحرري وتعرفي يعني ايه جواز، وتتعلمي الطبيخ الفعلي، الطبيخ اللي بيتعمل في البيوت مش الطبيخ على الورق. بصي يا نور عيني، انا عامله لك حوالي 20 صنف اكل هحطهم لك كلهم في الفريزر، وكل يوم تطلعي على قد الاكل وترجعي الباقي في الفريزر عشان ما يبص. ايوه هسيب لك يا حبيبتي السلطه تعمليها، ولا كان ما تعرفيش تعمليها. يا بنتي ايه اللي حصل لكم بس؟ في ايه يا بنات اليومين دول؟ معقوله؟ مشكلتك كمان انك انت اتجوزتي راجل اكول دباغ بيحب الاكل، وانا مش هعيش لك طول عمري. خلاص يا ماما والله هتعلم، ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. يلا باي باي. يا محمود اخيرا خلصت فطار. الحمد لله اخيرا، بس برضو مفيش لا ألذ ولا اطعم ولا اجمل من الاكل اللي تعمله ست لجوزها. يا سلام عليك يا محمود، يعني قاعد في اوتيل من احسن اوتيلات مصر واحسن شيفات هم اللي بيعملوا الاكل، وبرضو عايز اكل البيت. يا حبيبتي اكل البيت ده ليه طعم تاني خالص. الراجل مننا يفضل متعود على اكل امه لغايه اما يتجوز. ليه بقى؟ لان امه بتحط في الاكل حبها لبيتها والجوزها ولعيالها، انما الشيف ده بيطبخ لناس ما يعرفهمش، هيحبهم ازاي؟ دي مجرد وظيفه وخلاص. لعلمك بقى وبصفتي متخصصه في المطبخ احب انبهك لحقيقه مهمه جدا، انه احسن الطباخين على مستوى العالم رجال. سمعت انت عند اي مطعم في اي حته في العالم مشغل طباخه ست؟ ولو اهي برضه وظيفه. الراجل الشيف اللي انت بتحكي عليه ده لما بيرجع بيته بياكل برضه من ايد مراته. ده بقى لو متجوز، لو مطلق بياكل من ايد امه. انما انا بقى الحمد لله حظ حلو قوي ان انا متجوز بنت زي القمر. والاهم من انها زي القمر طبعا ان انت طباخه هايله فظيعه يا ساميه. يا سلام بقى لما نرجع بقى بيتنا ان شاء الله وتاكليني بقى كل ما لذ وطاب. شويه بقى ايه فتت كوارع على ايه، شويه كرشه بالحمص وفشه، وممبار بقى. بس يا ريت الممبار بقى ما يبقاش الممبار الكبير ده، لا لا لا، ممبار صغير واخده بالك. وما تيجي بقى تحشي الخلطه بالرز بالحاجات دي تبقي تسيبي شويه رز بره، ده ما بيتقلي في الزيت بقى بيبقى مقرمش كده، يبقى الواحد بياكل الممبار كده. اخصى عليك يا محمود، فشه وكرشه وممبار ورز مقرمش، هو ده الحب اللي انت بتحبه لي؟ لا طبعا يا حبيبتي، انا بحبك من غير لا فشه ولا كرشه ولا ممبار ولا حاجه. بس تخيلي بقى احبك قد ايه لو انت عامله لي اكله، مثلا ارجع مره من الشغل الاقيك عامله لي ايه، ورقه لحمه واخده بالك اللي هي بالبطاطس دي، معاها طماطم ترنشات كده اهو، مع الفلفل الرومي، مش فلفل حراق، لا فلفل رومي كبير ده بيبقى مقرمش كده، ولا مثلا ايه حواوشي، بس مش حواوشي عادي بقى اللي هو بيرموه كده في الفرن وخلاص، لا حواوشي اسكندراني ده بتجيبي ايه حته كندوس كده اهو بتتفرم عند الراجل، معاه حته دهن صغنطوطه كده اهو، تطلعي بيها بقى ايه على الفرن بعد ما يعملها بقى بالخلطه بالبصل بالطماطم، وتروحي تدوكي طاوله عيش كده اهو كبيره، تحطي على العجينه بقى حته كده اهو اللي هي بتاعت اللحمه المفرومه دي، وعليها حته عجينه ثانيه، وتطبقيها تشك 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 من الجنب كده اهو عامله زي القطايف كده، وتدخليها الفرن. صدقي جوعت والله العظيم. انت داخل على طمع. طبعا يا حبيبتي داخل على طمع، مراتي حبيبتي بتاكل كل القراء بتوع المجله احلى الوصفات والاكلات، انا ما اكلش من ايديها ازاي يعني؟ لا طبعا ما تجيش. يلا بقى مش تدخل تغير هدومك، انت وعدتني انك هتفسحني. هخش اغير هدومي، حاضر هخدش غير هدومي وهفسحك حته فسحه. هتفسحني فين؟ هنروح حلقه السمك. حلقه السمك؟ معقولة يا محمود ما فاتش على جوازي أسبوع وعايز تفسحني في حلقة السمك؟ دفترة. والله يا جميل انت اهو، ولا فترة ولا حاجة، السمك كله انت ما عليكي بس غير ان انت تسويه. يا سلام عليك يا مايسترو وانت في وسط مطبخك، ايه
ايه ده؟ سليم سحاب بالعصاية. وانت بقى متشيك ورايح على فين يا محمود؟ رايح على المجلة، بقى لي اسبوع ما رحتلهمش، لازم اروح المجلة النهاردة. في معقولة مجلة تقعد اسبوع من غير مدير التحرير؟ وبالمرة بقى اعزم الراجل رئيس التحرير وبقيه الناس اللي شغالين معانا في المجلة على الغدا الجميل اللي انت هتعملهولنا ده. غدا؟ يا محمود الساعة قربت على 11، انت فكرك ان حلقة السمك دي كلها هتبقى جاهزة على الغدا؟ خلاص يا حبيبتي بلاش غدا، خليها عشاء، المهم يدوق الاكل الجميل بتاعك ده. يا محمود في عروسة ما فاتش اسبوع على جوازها تقعد تطبخ لجرمق المجلة ده كله وكمان سمك. يا حبيبي ما كنا عزمناهم بره. لا بره فين؟ احنا عشان نعزم الجرمق اللي انت بتقولي عليه ده بره على سمك وكابوريا وجمبري محتاجين قرض من البنك يا حبيبتي. امري لله امري لله. معلش يا حبيبتي بعد كده بقى ان شاء الله مش هنعزم حد تاني، الاكل كله اللي انت بتعمليه لجوزك حبيبك وبس. طيب يا محمود روح انت اتكل على الله. طيب يا حبيبتي عايزه اي حاجه وانا جاي؟ لا يا محمود ميرسي عندي كل حاجه. طيب بقولك ايه، عندك طماطم وخيار وفلفل رومي كده عشان السلطه، والبتنجان، عندك بتنجان عشان بابا غنوج وطحينه، واهم حاجه الجرجير، السمك حبيبي الجرجير. عندك ليمون ولا ما عندكيش ليمون؟ يا محمود ارحمني، لو عوزت اي حاجه هبعت البواب يجيبها. خلاص اوكي يا حبيبتي اوكي. طب بقولك ايه، عندك رز؟ اهم حاجه الرز، السمك ده بقى مع الرز، رز صياديه بقى ايه بالبصل اللي هو المتشوح ده عارفاه، مع شويه كمون كده فوق الوش. خلاص هجيب رز. مع طيب. السلامه يا محمود. ماشي يا حبيبتي. بقولك ايه، ما تحطي لي جمبريايه في نص رغيف كده اكلها وانا ماشي. امشي يا محمود احسن لك. تصوري شامم ريحه الاكل من قبل ما يتعمل. ايوه يا سامي هجيلك على طول يا حبيبتي. حاضر، وهوضب لك كل السمك اللي انت عايزاه. مسافه السكه واكون عندك يا سامي. خلاص يا حبيبتي حطيت لك كل الصواني في الفرن وشوربه السمك والرز، فاضل لهم دقائق واستوى، وانت بقى عليكي توضيب السفره للمعازيم. حاضر يا ماما، اول ما هخلص السلطه. سلطه ايه اللي هتخلصيها يا سلطه؟ شغلانه يا بنتي دي، سلطه قادره يعني مجرد تقطيع وبس. السلطه الصعبه سلطه بابا غنوج، وانا عملتها من بدري وحطيتها في الثلاجه. انا همشي بقى. ايه ده ايه ده ايه ده، وهتسيبيني لوحدي؟ يعني ايه اسيبك لوحدك؟ هروح بيتي يا بنتي، ولا عايزه محمود يجي هو الضيوف ويكتشف ان انا هنا ويعرف بقى ان انا اللي عامل الاكل ده كله؟ يا ريته يعرف يا ماما ونخلص. يا ماما انا ما بعرفش اطبخ وما بحبش المطبخ، بكره المطبخ. طب وبعدين اذا كان محمود اتجوزك عشان تصور انك انت استاذه الطبيخ، هيحصل ايه بقى لما يكتشف ان كل اللي بتنشريه في المجله كل اسبوع مجرد كذب ونصب؟ يحصل اللي يحصل بقى، انا في الاخر ما بحبش المطبخ. تتعلمي تتعلمي يا ساميه، فاهمه ولا لا؟ وكل اللي بتكتبيه تجيبي الورق وتحطيه هنا وتقفي قدام البوتاجاز وتجربي يا حبيبتي، مره يشيط مره يولع مره يترمي في الزباله مره يمكن تصادف ويبقى حلو ويتاكل، بس المهم يا حبيبتي انك انت تتعلمي، مش معقوله ابدا. ولما تتورطي ان شاء الله انا هقدر انقذك. يا ماما المشكله ان انا من جوايا مش عايزه اتعلم. ده ايه الخيبه اللي انت فيها دي يا ساميه؟ معقوله يا بنتي يعني انت كل اسبوع تعلمي كل الزوجات ازاي يطبخوا لجوازهم وانت مش عارفه تتعلمي؟ اذا كنت انا بقى اللي بعرف اطبخ اتعلمت منك طبختين وبعملهم. انا خلصت يا ستي. طب يلا عشان نروح. بقولك ايه، حطي بازة ورد كده على السفره بس ما يبقاش عالي قوي عشان الناس تشوف بعضها. حاضر يا ماما. مش عارفه ليه كده مش مطمنه لك، انا هحضر معاكي السفره للضيوف. يلا وانت يا عزيزه كملي السلطه. اظن يا عزيزه السلطه سهله جدا، تقطيعه بس. ازاي بقى صاحب المجله كلها وما اعرفش ان مدام ساميه شغاله فيها وماسكه صفحات المطبخ؟ ده انت عبقريه، انا لفيت العالم كله واكلت في اشهر مطاعمها كلكم، والاكل من ايدي كدكم تاني. ميرسي قوي على المجامله الرقيقه دي يا فندم. لا لا دي مش مجامله، انا في الاكل والبيزنس ما بجاملش حد. ما هو ده اللي بيقول عليه النفس، انا كرئيس تحرير حسيت بالنفس ده من ساعة ما رشحوا مدام سامي للعمل في المجلة، مضيت معاها العقد على النفس والله. لا بالحمد لله،
مدام بقى رئيس التحرير وصاحب المجلة عجبهم الأكل وعجبهم نفس سامية في الأكل، يبقى احنا عايزين علاوة نفس. صراحة احنا من ساعة ما اتجوزنا نفسنا اتقطع. طول عمرك دمك خفيف يا ابو حنان. انا لو مكانك يا مدام سامية اجمع كل الوصفات المدهشة اللي انت بتنشريها في المجلة دي واحطها كلها في كتاب. ياه، كتاب مرة واحدة؟ الحلويات كتاب، والمحشيات كتاب، والمشويات كتاب، والمسبكات كتاب، دول بيبيعوا بالهبل. اكيد النهاردة البنات كلها بقوا اخر خيبة. خلاص يلا شدوا انتوا حيلكوا ومولوا الكتاب ده، وان شاء الله المكسب يبقى بالنص. لا، الشطارة تطبعوه على حسابكم عشان المكسب كله يبقى حلال عليكم. ودي برضو فكرة كويسة جدا. انا عندي فكرة هايلة. قولي يا حبيبتي، ايه هي الفكرة؟ فيلا المعاد اللي احنا قافلينها يا حبيبي، ايه رأيك نعملها مع الطبخ وتدبير منزلي، ومدام سامية تبقى المديرة بتاعته؟ والله انا شايف ان عزومة العشاء دي قلبت لمشاريع استثمارية. الدنيا النهاردة بقت كلها بيزنس ومشاريع استثمارية، وبعد الحاجات اللذيذة اللي احنا كلناها النهاردة فورا توحي بمشاريع. لا وايه، انتوا النهاردة في العشاء ما كلتوش غير الاسماك والسيفود، ما شفتوش بقى الأستاذة وهي متخصصة في البوفتيكات والإسكالوبات والنجريسكو وما شابه. يا والله جوع. لا لا أنا ما أقدرش على كده، الليلة دي لازم نحدد العزومة الجاية، وأنا بقترح نكون الخميس الجاي. خلاص وأنا موافق يا جماعة، إن شاء الله يوم الخميس الجاي كلكم معزومين عندنا هنا على العشاء. تعزم لي جرمع المجلة ده كله وانا لسه في شهر العسل. والله يا حبيبتي غصب عني، انا قلت بس اعزم الراجل اللي هو صاحب المجلة ورئيس التحرير، وبعدين قلت اعزم عزومة مراكبية يعني على الصحفيين وبقية الموظفين شبطوا. ماشي يا سيدي، هصدق ان هي كانت عزومة مراكبية وان هما شبطوا. تقوم تقول لهم لسه ما دقتوش البوفتيكات والاسكالوبات والمشويات وتعالوا الخميس الجاي. لا يا حبيبتي انا ما قلتش الخميس الجاي، صاحب المجله هو اللي قال الخميس الجاي. طب ما انت وافقت. ايوه، ما انا ما اقدرش ارفض برضه لصاحب المجله اللي بيقبضنا كل شهر، وبعدين سهل جدا يجيب مدير تحرير غيري ويجيب واحده تانية تمسك صفحه الطبخ غيرك. ماشي يا محمود، ماشي اعمل العزوم، بس اعمل كمان حسابك انه بعد كده مفيش اي عزايم تاني. خلاص يا حبيبتي، دي اخر مره ان شاء الله نعمل فيها عزايم، بعد كده انا الوحيد بقى اللي هاكل من ايديك اللي تتلف في حرير دي. مهم بقى ان انت تحضر الفلوس بتاعه العزومه دي، لان البوفتيكات والاسكالوبات والمشويات هتدمر ميزانيه الشهرين اللي جايين. ولا يهمك يا حبيبتي، ان شاء الله الحوافز هتعوض لنا كل حاجه، ده غير بقى كتب الطبخ اللي احنا هننشرها وسلسله المطاعم اللي انت هتبقي المستشاره بتاعتها، ده احنا هناكل اكل. يا اخي حرام عليك، كفايه انا زهقت من الاكل وسيره الاكل والطبخ وسيره الطبخ، حرام عليك يا محمود. خلاص يا حبيبتي بلاش الطبخ وسيره الطبخ. طب في جوه صباعين كفت الجمبري، يا ريت تحطهم لي بقى في نص رغيف بلدي كده مع وعدين جرجير. خلاص يا محمود، نسيت امك؟ تلات اسابيع متجوز وكل كام يوم تكلمني وتقول لي ازيك يا ماما وخلاص. طب ايه رايك جيب مراتك وتعالوا لي النهارده، عندكوا ايه؟ كويس قوي، خلصوا شغل وتعالوا اتغدوا معايا. بلاش غدا، خليها عشاء. تعرف انا عامله لك ايه؟ كل الحاجات اللي بتحبها، محشي ورق عنب وشوربه لسان العصفور ومحشي بدنجان ومحشي فلفل، وعارف كمان ايه؟ هبعت اجيب دكر بط من اللي هو. وكمان خالتك فكريه جايه من بورسعيد، فرصه بقى كلنا نتعشى سوا. خلاص يا حبيبي مستنياك، ما تتاخرش، مع الف سلام. طيب طيب الكرومبايه اهي يا ست الكل، احلى كرومبايه عند الخضر. متشكره قوي. قولي لي يا حلوه، انتي عندك ايه النهارده؟ مفيش، انا وابويا هنمسح سلم العماره النهارده، اصل النهارده الخميس. طب ممكن تبقي تطلعي تساعديني؟ اصل ابني ومراته واختي هيتعشوا عندنا النهارده. من عينيا، ده انتي تؤمري. متشكره قوي، كمان عاوزه منك خدمه. اؤمري. تعرفي عبد المقصود الفرارجي؟ عارفاه. روحي قولي له المدام عاوزه احلى دكر بطه عندك يذبحه وينظفه ويبعته مع الصبي بتاعه. حاضر، ما تأمريش بأي حاجة تاني؟ متشكرة قوي، ما تنسيش
بعد مسح السلم اطلعي لي على طول، عندنا شغل كتير قوي. معقوله يا ماما هتسافري اسكندريه وتسيبيني لوحدي؟ هو ايه نسيبك لوحدك، ما انت ببيتك مع جوزك متهنيه يا حبيبتي. وبعدين اخوك كلمني، مراته عيانه وقال لي اروح اقعد معاهم شويه. ما روحش. انا ما قلتش حاجه، بس يعني اصلا انا خايفه تطق في دماغ محمود ويعمل عزايم تانية. تاني عزايم؟ من يوم ما اتجوزته ما بطلتوش عزايم، كفايه بقى. يسمع منك ربنا يا رب. واذا كان على اكل كل يوم، عندك اكل كتير قوي عامله لك في الفريزر، طلعي كل يوم على قدكم وحطيه في الميكروويف واعملي شويه سلطه. ربنا يستر. هتقعدي قد ايه في اسكندريه؟ يعني مش اقل من اسبوعين. اسبوعين بحالهم؟ ايه ده، استني، ده محمود. الو. اه يا حبيبي. لا مش في البيت، انا عند ماما. اه اصل هي مسافره اسكندريه عند سامي. لا لا مش هتاخر. ايه عزومه؟ عزومه ايه يا محمود؟ اه احنا اللي معزومين. معزومين فين بقى بجد؟ لا طبعا يا حبيبي ما عنديش مال. يلا انا هوصل ماما المحطه وهرجع على البيت على طول. باي يا حبيبي. الحمد لله طلعنا معزومين مش عازمين، معزومين على عشاء عند مامته النهارده. بقول لك ايه، انت ما عزمتيش حماتك ولا مره؟ لا ليه؟ يعني ولا غدا ولا عشاء؟ ولا غدا ولا عشاء. يبقى قلبي عندك. ايه يا ماما في ايه؟ بقول لك ايه يا حبيبتي، عزومه حماتك لازم تترد وبسرعه كمان، ده الامتحان الحقيقي. حماتك جايه عندك عشان تاكل من ايدين استاذه الطبيخ اللي بتقدم الاكلات الشهيه للستات عشان يعملوها لجوازهم، فاهمه؟ حماتك قدمت السبت ومستنيه الحد والاثنين والتلات والاربع. الحد والاثنين والتلات والاربع، ده ايه التدبيسه السودا دي يا ربي؟ يا ماما انت اكلك جميل وكل حاجه، بس سامية بقى اكلها حاجة تانية خالص. دي عارفة يا ماما بتعمل الموزة بالفتة بقى، بالدقة بقى، بالثوم، بالصلصة، وعليها شوية كبد وكلاوي كده فوق الوش. يا نهار، تصدقي جعت. شوف الواد بعد ما اتجوز اتنكر لأكل أمه. هما الرجالة كده، أول ما يتجوزوا ينسوا أكل أمهاتهم. لا يا طنط، لا لا يا ماما أبدا، ده أنا اللي في حياتي ما دقت أكل بالطعامة دي، ولا حتى وأنا في بيت باب. نفس إيه وطعم إيه، ما شاء الله. بقولك يا محمود، في المجلة تشوف لي صفحات تانية غير صفحات المطبخ. أنا خلاص بعد ما دقت أكل مامتك ما ينفعش أكتب في الطبيخ، خلاص. أنا اللي بكتبه ده شغل عيال جنب شغل الأساتذة. تسلم إيديك يا ماما. بالهنا والشفا يا حبيبتي اللي بتجبري بخاطري. لا والله ما هو جبر خواطر يا ماما، ده فعلا ألذ أكل دقته في حياتي. لا والله يا ماما دي بتجاملك. طب دي بتعمل بقى طاجن العكاوي ده بلسان العصفور بقى بجوز الطيب يا ماما، عارفه حتى جوز الطيب في وسط الطاجن نفسه، بحس يا والله جوعت تاني. يا محمود ده انا لو قعدت معاك يا ماما وعرفت اسرار عبقريتك في الاكل، ده انا انشر حته كتاب يخلي كل الرجاله ياكلوا في بيوتهم والمطاعم كلها تقفل. والله بتجملك وحياه ربنا بتجمل. دي عارفه بتعمل صينيه رقاق باللحمه المفرومه بقى اللي هي متعصجه مع شويه صنوبر كده اهو، ومعاها عارفه شويه مكسرات غريبه عمري شفتها قبلك. بص انا هقعد احكي لكم ازاي بقى، يعني ما ينفعش احكي خالص. انتوا بقى بعد بكره ان شاء الله تتعشوا معانا وتشوفي كل اللي انا بقوله ده بنفسك. يعني ايه عزومه عندنا؟ وانا موافقه، اما اشوف بقى اكل اختي ولا اكل عروستك. انا على العموم متحيزه لاختي حبيبتي من دلوقتي. لا اختك مين؟ ساميه مراتي نمره واحد. لا ابدا ماما نمره واحد. ممكن بقى تبطلوا خناق بعد بكره مش بعيد. ده هيبقى حته يوم، انا شكلي كده مش هنام لغايه بعد بكره. لقاء السحاب، تحدي العمالقه. محتاسه حوسه سودا يا ماما، مش عارفه اعمل ايه. عزم مامته وخالته النهارده على الاكل عندنا في البيت. الاستاذ يا ماما بيتحداهم، بيقول لهم مفيش اكل في الدنيا زي اكل مراتي. بس يا ستي نزل من ساعه تقريبا على شغله، وبعدها بشويه لقيت الجزار جاي وجايب لي لحمه كتير قوي، وبعدها كمان لقيت بتاع الفراخ جاي ومعاه فراخ كتير قوي، والسوبر ماركت برضو والخضري برضو. يا ماما المطبخ يضرب يقلب، مش عارفه اعمل ايه.
وبعدين هو كمان متحديهم في الاكلات الصعبه كلها، يعني ما فيش لا تكوي ينجدني ولا بتاع سمك ولا كبابجي ولا اي حد، لازم السفره تبقى بيتي. صحابي ايه بس يا ماما، ما انت عارفاهم يا ماما، نصهم خيبانين زي والنص التاني مشغولين ببيتهم وعيالهم وجوازاتهم. مين دي؟ اسمها ايه يا ماما؟ طب ايه يا ماما، من فضلك عندك عنوانها ولا نمرة تليفونها؟ النهارده مثلا عندنا 12 اوردر من الكتالوج بتاعك ده، ما تدوقوا مدام ساميه يا بنات. ميرسي، تسلم ايدك. ايه يا ساميه، ايه يا حبيبتي، انت فين؟ كلمتك في البيت محدش رد. في حاجات ناقصاكي بتجيبيها من السوق؟ طيب بقول لك ايه، انت هتعملي الحلويات بنفسك ولا تحبي اعد وانا راجع من الشغل اجيب مثلا قد بتاع 5 كيلو بسبوسه؟ لا، ماما وخالتي ما بيحبوش الحلويات، اكلهم انا وانتي. يا محمود ارحمني، مش كفايه عليا العشاء كمان يا حبيبي، عايزني اعمل الحلويات في البيت. ولا يهمك، احنا عندنا كل الحلويات اللي انت محتاجيها. يا ساميه يا حبيبتي، انا عايز افخر بيكي قدام ماما وخالتي، وخالتي دي بالذات لانها عامله زي عواجيز الفرح، لا بيعجبهم العجب ولا الصيام في رجب. ايوه يا ساميه، بس انت عارفه الحلويات اللي موجوده في السوق كلها شبه بعض، انا عايزهم بقى يدوقوا حاجه سبيشيال من ايد مراتي الاستاذه ساميه. ايوه، الله ينور عليكي. وهتعمل لنا ايه كمان؟ ايوه، وايه مرشوش عليها ايه؟ ايوه. كفايه يا ساميه، حرام عليكي. الو محمود، انت روحت فين؟ غريبة انك شاطرة في الحلويات والاكل العادي لا. وحياتك، لا في الحلويات ولا في الاكل العادي، انا شاطرة في الكتابة عن الاكل بس. طب كويس قوي. كويس ايه؟ ما انا متدبسة اهو. كويس عشان المشروع بتاعي يشتغل، على فكرة الحكاية دي بقت منتشرة قوي اليومين دول، تجهيز الاكل البيتي وتوريده للزبائن، ومش بس ستات هم اللي شغالين فيه، رجالة كمان. رجالة؟ والله يا رجاله، شغلانه مكسبها حلو قوي. اصل النهارده اغلب الستات المتجوزين بيشتغلوا، البيت محتاج لدخلهم، اقساط ومصاريف للعيال ملهاش اول من اخر. هتعمل ايه بقى يا عيني الست المسكينه، تروح شغلها ولا تقعد طول النهار تحمر وتشوي وتسبك؟ تشتغل ونشتغل احنا بقى. ومال اشتغل. دي بقى الاصناف اللي احنا مشهورين بيها، تحطي علامه صح قدام الصنف اللي انت عاوزاه وتكتبي العدد. عدد ايه؟ عدد اللي هياكله بالهنا والشفا، 2 3 10 زي ما انت عاوزه، وبعد 24 ساعة توصل الطلبات بيتك سخنة. 24 ساعة ايه؟ لا انا في عرضك، الليلة دي حماتي واختها جايين لي على العشاء، ودول جوز ستات قراريب، طول عمرهم ستات بيوت. يبقى كده هتضطري تدفعي زيادة، مستعجل يعني؟ مستعجل؟ طبعا، ده انا هخلي 5 6 بنات يسيبوا اللي في ايديهم ويركزوا في الاوردر بتاعك. مستعجل، امري لله، المهم بس ما تفضحش على العشاء. مين ده؟ ده انت راسك هتبقى فوق قوي وهتتمنظري براحتك على حماتك واختها. يا رب. الو، ايوه يا حبيبتي، انا خلاص قربت اوصل اهو. عايزه حاجه قبل ما اطلع؟ طيب ماما وخالتي وصلوا ولا لسه؟ لسه ما وصلوش. طيب زمانهم في السكه، ما تقلقيش. عملت صوابع زينب؟ ماشي، لا مش اشكال، خلاص خليها اي عزومة تانية. يلا مع السلامة.
خدمه محمود فيها. لا 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 شكرا مفيش حاجه. هي الريحه دي من عندكم ولا ايه؟ ايوه بيها من عندنا. طيب شكرا شكرا. العفو بيه، ده انت اللي متشكرين قوي انت والمدام، والله نجدتونا النهارده يا بيه. نجدناكم ازاي يعني؟ والله اصل اخويا جه النهارده من البلد هو ومرته وطبوا عليا الده زي القدر مستعجل، وانت عارف حضرتك احنا اخر شهر وما معيش، فما جيتش عارف نغدوهم ايه ولا نعشوهم ايه، الا والمدام بتاعت حضرتك الله يكرمها ندبت عليا وقالت لي يا عبدو خد افراخ ولحمه بتلو وخضار من خير ربنا بيه. ايدك لحمه بتلو وفراخ؟ ايوه ده حتى مرتي وبتي مولعين عليهم جوه. طيب يا سيدي بالهنا والشفا. خلصوا ولا لسه؟ لا لسه يا بيه، ده على النار. على النار؟ ايوه. بس ما شاء الله يعني مرتك وبنتك نفسهم حلو واضح يعني. امال ايه يا بيه؟ مفيش اي حاجه خلصت يعني؟ لا يا بيه لسه مولعين عليهم جوه اهو. طيب شكرا يا عبد، شكرا. العفو. بالهنا والشفا يا سيدي. الله يهنيك يا بيه ويسعدك. ايه بس يا بيه في ايه؟ مفيش. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. الله 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 الله، شكلك كده تعبتي قوي النهاردة على ما جهزت الأكل ده. يا حبيبي كل يوم علشان خاطر أنت ومامتك وخالتك تبقوا راضيين عليا. ياه إيه ده؟ وكل دي فرخة ما شاء الله. فرخة إيه يا محمود؟ ده دي كرومي. دي كرومي؟ إزاي؟ ده أنا باعت لك من عند الفرارجي فراخ مش دي كرومي. ما هو اصل انا قلت ايه، عزومه مامتك وخالتك ما يصحش تبقى عزومه فراخ، ده عادي قوي، فقمت مكلمه بتاع الفراخ وقلت له خد الفراخ بتاعتك وبعت لي ديك رومي. ووافق. اصل يعني الفراخ دي بقى يعني بعد ما ذبحها ووزنها ونظفها وشال الريش وافق ان هو يغيرها بديك رومي؟ طبعا يا حبيبي، ما هو هيبيعهم يعني، هي الناس هتبطل تاكل فراخ. على رايك. وايه الاكل الجامد ده؟ ايه ده البصل ده؟ ايه ده اللي البصل ده؟ ده كباب حله كندوز عاملاه بالبصل، هتاكله صوابعك وراه. وكباب الحله ده برضو جايباه من عند الجزار؟ طبعا من عند الجزار، امال هتكون جايباه منين؟ مش معقوله طبعا يكون من عند الميكانيكي. بس انا بعتلك من عند الجزار ريش بتلو. ما هنا يا حبيبي عملت مع الجزار زي ما عملت مع بتاع الفراخ وخليته يغير لي البتلو بكندوز. بعدين بقى يا محمود لما تبقى عامل عزومة بعد كده ما تنقيش الحاجات على مزاجك، سيب اللي هتطبخ هي اللي تنقي. على رأيك. وبعدين ريش بتلو ايه وفراخ ايه؟ هناكل زي ما عم عبدو البواب بياكل. بواب؟ بواب ايه؟ اصلا انا وانا طالع شميت ريحة اكل كده فظيعة، قلت دي اكيد ريش بتلو، وبعدين ببص كده لقيت ان عم عبدو البواب هو ومراته وبنته تقريبا يعني عازمين قرايبهم بقى وعاملين لهم ريش بتلو وفراخ، بس ريحتها فظيعه فظيعه فظيعه. ايه رايك بقى يا حبيبي تروح تغير هدومك كده وتكلم مامتك وخالتك علشان ما يتاخروش عشان الاكل ما يبردش. صح، على رايك اكلمهم بسرعه جدا. يلا. معقولة يكون عارف ان انا اديت الاكل اللي هو بعته للبواب؟ اتفضلي يا ماما. كل الاكل ده انت اللي عملتي. امال ايه؟ سامية استاذ الطبيخ يا ماما. ما بلاش يا محمود احسن اتغر. لا يا حبيبتي اتغري براحتك، بس لازم تقولي لي بقى ايه الخلطه اللي انت حطاها في الديك الرومي دي؟ اقول لحضرتك الخلطه ازاي يعني؟ لا مش معقولة طبعا يا طنطا هتقولك على الخلطة، ده سر المهنة. لا ما اقولش ليه، هي يا طنط خلطة مخصوص بجيبها من عند العطار وانا اللي بختارها بنفسي. لا بقى، ده انت لازم تقوليلي على الخلطة دي وتعرفيني بالمقادير. ما هو اصلها هي مش خلطة واحدة، ده يعني كل اكلة وليها الخلطة بتاعتها، المقادير بقى على حسب الاحساس. ايوة الاحساس، ده اللي بيسموه في الطبخ النفس. ايوة يا ماما فعلا هو النفس. عارفة يا ماما، كتب الطبخ مهمالية السوق والتلفزيون كل يوم والتاني بيقدم لنا طبخة جديدة، بس بالرغم من كده في ناس بقى لا بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا ولا عندهم تلفزيون وبيعملوا الأكل ده زي الفل. يعني مثلا
عم عبده البواب بتاعنا النهاردة هو ومراته طبخين شوية أكل نفس ومية مية. والله عندك حق يا محمود، هو النفس وما فيش غيره. وعم عبده ده بالذات بقى نفس وهايل هو ومراته في الريش والفراخ. أنا عارف إن أنت صاحية مش نايمة. بص بقى يا محمود، أنا بكره الكذب، ما بحبوش، ما أقدرش أعيش حياتي في كذب. كذب إيه؟ أنا كذبت عليكي في حاجة يا سامية؟ يا محمود أرجوك بطل تكبير الدماغ اللي أنت فيه ده، أنت عارف كويس قوي إن أنت ما بتكذبش. أنا اللي كذابة. كذابة؟ مرات أنا كذابة؟ أنا ما بعرفش أطبخ، ماليش في المطبخ، عمري ما عملت محشي ولا شويت حمام، ولا حتى عملت كفتة صوابع. عارف. عارف؟ عارف إيه؟ عارف ان كل الاكل اللي انت بتنشريه في المجله ده واخداه من كتب اكل. عارف. وعارف كمان ان الاكل اللي مال الفريزر ده مامتك هي اللي عملته لما كنا في شهر العسل. تعرفت منين؟ اكيد ماما هي اللي قالت لك. معقوله يعني ماما هي اللي هتسيح لك كده؟ مش معقوله طبعا، انا سمعتك وانت بتكلميها من الاوتيل لما كنا في اسبوع شهر العسل. وسكت. تروح حلقه السمك وتشتري سمك وجمبري وكابوريا وصبيت وكل الحاجات دي وانت عارف ان انا ما بعرفش اطبخ، والنهارده تعزم لي اتنين حريفه مطابخ، مش حرام عليك يا محمود؟ حرام عليا؟ يا سلام، وانت يعني بقى مش حرام عليكي لما تدي الريش اللي انا منقيها ريشه ريشه والفراخ للبواب عشان يعزم بيها قرايبهم كلهم؟ ما هو انا كمان النهارده غرمت غرامه جامده قوي، انت ما تعرفش العزومه اتكلفت كام. عارف اتكلفت كام؟ ده كمان عارفه؟ طبعا عارف، انت اصلك من استعجالك نسيت الليسته بتاعت الاكل على التسريحه، شفتها وانا بغير هدومي. شفتها وسكت؟ والله الاول اتنرفزت شويه كده وبعد كده سالت نفسي، طيبه قلب مراتك يا واد ولا حله محشي كرنب؟ حنان مراتك يا ده محمود ولا صينيه مكرونه بالبشاميل باللحمه المعصجه؟ حب مراتك يا حوده ولا بقى جمبري بالمايونيز بالبصل؟ اكتشفت بقى ان انا لو كلتها معاك بدقه بسمسم هكون اسعد واحد في الدنيا يا سمسم. بس انا طلعت وحشه. اكتشفت كمان ان اي حد ممكن يتعلم اي اكله في الدنيا من الكتب ومن التلفزيون، انما الحب والحنان ورقه القلب دي لا يمكن حد يتعلمها ابدا، وده اللي انا حبيته فيكي وخلاني اتجوزتك. يعني انت مش زعلان مني خلاص؟ استحالة ازعل منك يا سمسم، انا بحبك، في اكل مفيش اكل بحبك، خايبة في المطبخ ولا شاطرة برضو بحبك، ان شاء الله يكون شهور السنة كلها رمضان بحبك، لو هناكل حتى فول بحبك، بس ياريت بقى لو هناكل فول الفول ده بقى يبقى طاجن، واخده بالك؟ يبقى طاجن فول كده هو بقى ايه بالقوطه، واخده بالك؟ وبالليه، ويا ريت بقى شويه سجق من الاسكندراني، مش السجق العادي، لا لا لا، سجق اسكندراني بقى وبسطرمه وبيض عيون فوق الوش. تصوري جوعت؟ ايوه يا ماما، يعني وانت بتعملي الكشري بتسلقي الرز لوحده ولا الرز مع العدس؟ يا ماما انا بقلب في الطماطم اهو، اهم حاجه بقى التقليه بتاعت الكشري دي، التوم ينحط فيها ني ولا يتقلي الاول؟ ايه يتشوح؟ طيب اوكي يا ماما، يلا باي باي. ساميه انت عارفه يعني ايه يتشوح؟ لا. اه يا ماما خلاص هشوحه. حاضر حاضر يا ماما، مع السلامه. ها عرفت؟ بقول لك ايه، في واحد بتاع كشري هايل فتح في اول الشارع، وادي الرز ده لعم عبد البواب. يلا يلا.